أدر إله يدر تبان ولا حي هذا العد أن وحتر إله يدر تبان وتري هذا العد جعلان إله يدر تبان وجعلان هذا العد نعي إله يدر تبان ونعي هذا العد حريرين إله يدر تبان وحريرين هذا العد أن قوين إله يدر تبان وقوين أوسط عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والنبي عليه الصلاة والسلام أوسط عرى الإيمان حركها حرق إيمانك إيه الله قفصده ونبي قولي إلهي اللي قلت وهذا حرق وقوع عدك أنا نقوعي متغانا وإن هذا إلهي درته وحوج على تاوحا معنى إلهي درته ونعنا ومقام بدك الصديقين تقوم بفهم كرأو قادي كرأو مقام كاس حب في الله ربلة بيت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها أبيه ذو أبا سفيان مقالة المدينة سوقل وين توزن إسلامي كهر وحاول أوسع على النبي قال الله كل ما عليه الصلاة والسلام وده قال هذا اللي جوجيو وانا بدأ الله قاتو مرقى النبي قال هذا الكسور لما يزدين أيو سيري بل إن أنت دي أدى شنا قوة على وصول صلاة مرقى سوقل قريقى دي أقل كوسوق له وأقل كنبي محمد عليه الصلاة والسلام جوجش أوضة مع السيح إنه كفر يستنا وجوجش النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركوضة مع جوجش النبي إنه كفر يستو أي كوس قادو كل كفر يستقبله مركاسو يا أبي أبو ما فراش يعني إيه قل مينين مس أنا فراش كوك قل مين بدي محادي كوس قادي مركاسي كتري أديك أي فراش كوك قل مين بيتريو فراشك الله فراشك النبي محمد وكنجي فني هذا هو أن المشرك والنجاس آياته بكتل أبو أوسط عرى الإيمان وطاس لله يد ومحي إنك وحنقنا الصلاة ما شعملك الصالح ومرك ورئيس وكحر موان يد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نبي إنا إنوشك عليه الصلاة والسلام حديث كاسنا وأصوله يا واحد علماء الكتاب كستوا إبلاه يا ويكون بلاه ويا إخلاص علم قدر يساعدوا إخلاص هين إلى هاي أقبل مايو صلاة تكون يساعد إلى هاي درتي كاهين إلى هاي أقبل مايو صوم كات صوم يساعدوا إلى هاي درتي كاهين إلى هاي أقبل مايو عش حشي عمره أبوط صعته هذا إلى هاي درتي كاهين إلى هاي أقبل مايو لذلك إخلاص عبادة والله شرط يا إخلاصي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام نلاش غرق مسلم كوننا وقس على ذلك ويانو غرق مسلم كونن وهذا قه قلنا لله درتي عداد وحبحين لله درتي وبحين مهاجر كي هجرون يقول نبي ورنية وقصة ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه مهاجرين تيبا نبيه نيده وقصح قولي لي هذا الروح هذا الصفر إيسا إما قال هذا المدينة هذا التك إيسان هل نغطه إن دلائي رسوله قلنا وترى قلنا لك الإيسان نكي هوين إذا أم قيس لدي هجري قول كذا نيوذي كان وحال ليلي وحو أجر لي أهم إراتي مجر تكاس ومهاجر ومقيس بلي صحابة النبي قوي مادن عليه الصلاة والسلام وعلى ننكا وبقال كيبا لقال يا ننكا قدقا لما يقيسي لما كون ربا النبي قوي هو أموسى هذا هو حال ننكا قدقا لما يمارك تاني حمية طلمو بل كون مركاب النبي قوي أموسى عليه الصلاة والسلام مركز هذا النبي عليه مثل دحاد النبي قال له يا رسول الله نكهود قال لما يكور رب اللقون ما ركتاني حمية يا ما ركتاني يا ما ركتاني عصبية يا ما قع نكهود قال لما يقدر قال له صوه لكور صدق هذا مركز هذا ما يشجع إنه كهود قال لما يكور رب الجيش يشجع إنه كهود قال لما يا ما ركتاني حمية طبيعة كهود قال لما يا لأنه وحود قال لما يرد قال إن شيء لقصوا له غني ما يلقصوا له صدق هذا مرق النبي قال له ودي اللي قيوري صدق هذا كيف إلهي درت قط قال لما يا صدق هذا النبي قو كوي عدو حيوري
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله نك أودع الله كلمة إله إني كرئيسه كاسا إله درت أودع الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله صحيح نيد الله صحيح ومضى النبي محمد صحابه دي سنيده كصحيح فرقاسين نقولين دد وذل اللهيين لله ومحي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أيكم كاتشونيا وعندا أباهن أباهي أيو حيسو أي هذا كدور بدايا كمسكينك يا كأبونك يا كأسيرك جيرك كسوان بحي إيه مقالة المدينة قرين يا قرابة كلهين مركو قصو حقاقو وحيد دور بدايا إني عاو يكو قاجر قصي إحدان لكن تبقى ضعفان يا مساكين تقني ترقى من دور بدايا مركاس إليه وعن نيقو ذنين وحكا لما هي إلهي من أجر كدورنا لك إلهي إلهي صلاة دي بكبحي نبينا عليه الصلاة والسلام مركو صلاة دي كبحي أي نبي صلى الله عليه وسلم صحابة دي سيبو كيري والنكيبة ساكو باب ربر يسر وصومن أبو بكر الصديق باقر آنقا هذا السؤال فهل النبي كل اليوم حيري ورنكيبا ساكو أبو بريي إساق أمار أكتاني مسكين نسوح تيسيو سوقو ديي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي إلي أنيقا يا رسول الله مرقابو نبي قلور كينيبا ساكو أبو بريي إساق قف بكان سو زيارته وسو دعيي أبو بكر با إلي أنيقا يا رسول الله وحاو نبي قحد نوي ديي ميت كينيبا ساكو أبو بريي إساق جنازة أسنك سو قيب قلي أبو بكر با إلي أنيقا بلو فرسو سباق إنكم أنت أدوية نترتمينا رقاسي وحيك كفه من ملوشا قصد الله كان إني تهي إني آخرة بستاء إني آخرة عمراء إني خلق واحتراء إني وحي قبن يا إلهي درتي أقبتا أفرتا عمل أبو بكر صباح بأسكوة قبتي واقا أبر يسقو صوما واقا أبر يسقو مسكين نقودي واقا أبر يسقو قبكان أسو دعيي واقا أبر يسقو أسنك سو قيم قلي مرقاب النبي قد عليه الصلاة والسلام خسال كان سو شيقي نكا كل السلاة جنو قلي ورسول قوي الله سلام قلي جنو قلي إياك جنة هرتا الله جنو آخر الله هرتا الله إخلاص قوى محمد غانا إخلاص وين أدرتا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر والله بضل إخلاص إن أتكون حساب تنتا مر والبا إلهي قلبك أقول طالعان يا إلهي قلبك هذا واحد كو حيسبه أقي هاي ما شاد دون تبجوغو إلهي كبرد ومن كرتد عمل كاقا ككو قرية قياما كأبا المرندون وإلهي آخر هذا ركو حساب تمو واحد الدوية كو قبط آخر اللي قسين دون يوغو لابد الدرين بصحابة قلبك وده كجرة تاسا مركا ككينتي إن النقدان دب إلهي درتي النار إلهي درتي وحوض ضمانية إلهي درتي وجهادية إلهي درتي أمضى وحوض شاقية إلهي درتي دقالوه وقوب الحناية إلهي درتي وتكناية إلهي درتي وصومية إلهي درتي خلقك وافعي وخلقك وحوض طراية إلهي درتي حتى إسكدا مساكين تودي دايا مدح تودي أي الله قد دعيي شعب كين إلهي درتي وشقيا شعب شعب كإلهي درتي وشقينا يا مدح دودنا وحين نقدن مدح مدح تني مدح تقال أن كر هذين إني بل وأركي سأذي ومد الله هذيك إني تنحل لك مدح حين نقدن أبا عبيد هو يا عمر بن الخطاب الله رأليك النقدين مهمت بمركة أقدر مصر عرض مصر شغلها كسوقه أبو عبيدة وصول نقضي مهمت دين وصوف ليي وشغلي وصوف بتي لأنه أنا صول نقضي مركو صول نقضي بوري جيسي اسكتة جي أيو عمر قاضي يوم مركة نين بودي يقول العقد أبو عبيدة وجيء العقد يبقى الله كنا مركة سأقول أبو عبيدة العقد روامح وعلى أميرك المؤمنين عمر بن الخطاب بقول صدر الغيوب وعوده وما حكى دقال عقتر يا أمير المؤمنين وهذه مصر تجي كسر النقضاء
muhiimad baad umada u soo qabatoon ku dirno waad soo fulisay maadaama shaqo umada aad u soo qabatay intana ma aragtana waa abaal marintaadii iska qaada baa lagu yiri wuxuu yahay amir al mu'miniin meel hayga ga dhicin buu ka yiri anu markii halka aad iga direysay masar ii direysay inaan lacag qaata ma niyoonina waxaan niyooday mas'uuliyad umada iga saaran inaan u soo gudanaayo oo xil aniga umada aan ka anu hayo inaan gudanaayo ajarkaygana ilaahay inaan ku dhahay baan garanayay ajarkayga hayga dhaqusina lacagta qaad oo baytal marka ku celi buu ku yiri ikhlaasku salaada kaliya ma galo soonka kaliya ma galo ikhlaasku waa nolosho dhan nolosho dhan waa inaad noqotaa qof khalqiga ilaahay wax taraya ajarkiisa iyo mashqaadiisana ilaahay ka qaadanaya shaikh ismaaciil allahumma naxariistee baa oran jiray ummad ayaa wax u qaban kara ninkeeba ummad wax u qaban kara buu oran jiray ummad waxa wax u qaban kara nin afar sifalounba ummadda wax u qaban kara marka hore waa inuu ahaadaa nin isagu ilaahay ku xidhan ilaahay buu ku xidhan yahay ilaahay buu ka cabsadaa ilaahay buu rajeeyaa ilaahay buu tala saartaa ilaahay buu mar walba xasuusanaya uu leeyahay ilaahay waa kuu jeedaaya waa ku arkayaa waa ku maqlayaa marka labaadna khasladda labaad dadka uu mas'uulka uu ka yahayna hadday noqdaan qoys iyo hadday jilib yihiin iyo hadday mujtamac meel ku nool oo qooma ay yihiinba dadkana ilaahay buu ku xidhaa wuxuu leeyahay ilaahay baa waxal baynoo haya amniga ilaahay baa haya arsaaqada ilaahay baa haya barwaaqada ilaahay baa haya mashaakilkayna haysta ilaahay baa inaga qaadi kara wixii khayraan doonayna xagga ilaahay buu naga xigaa gaalo iyo munaafiqiin iyo hay-adu waxbay nooma hayaan haddaan ilaahay u soo noqono toobad keenno oon dunuubtii hore ka toobad keenno oon masaajidda galnoon ilaahay u soo noqono dhibaatada aan ku jirna ilaahay waa inaga qaadayaa dhulkana ilaahay waa inoo barwaaqaynayaa wa an low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maan gadaqan baa ilaahay yidhi walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow la fataxnaa calayhim barakaatin min assamaa haddii mujtamac walba ilaahay ka baqaan oo ilaahay ay rumeeyaan oo dariiqa mustaqiimka ay ku toosnaadaan barakaata assamaai waalardi baan u furaynaa baa ilaahay yidhi low anna cibaadii ataacuunii لسقيتهم المطر بالليل ولم أسمعهم صوت الرعد حديث القدس لا إله إلا هي لو أن عبادي أطاعوني أدوما هيغو هدي أنيغا إيين لهايين وأمر كيغا إيقادا لهايين وأنيغا أي أطيع لهايين با إلى هيري هبين كي يكو جيفا أي روكو أوكين إلى هذا إلى هيري أنقد كان مما غشيون وردك مكعيين با إلى هيري ilaahay ku xidhnow dadka mas'uulka adu aad ka tahayna ilaahay ku xidh khaslada saddexaad ajar iyo mushqaayad bini aadan ha ka sugin ajar iyo mushqaayadaada ilaahay ka qaad dadka ilaahay dartii ugu shaqee waa khaslada saddexaad ilaahay dartii ugu shaqee waxaad ku tiraahdaa waran waxba iniga doona maayo haddaan imaam ahay ilaahay dartii baan idiin tuujinayaa haddaan mu'addin ahay ilaahay dartii baan u eedaamayaa haddaan mucallim ahay ilaahay dartii baan dadka diinta u barayaa haddaan daaci ahay ilaahay dartii baan ummadda ugu yeedhayaa haddaan caaqil ahay ilaahay dartii baan caqliga wax inigu tarayaa haddaan dhaqaale ilaahay siiyey dhaqaalahayga ilaahay dartii baan ummadda ugu wax tarayaa haddii meel aan mas'uul ka ahay mas-uuliyadda ilaahay baa kaga cabsoonayaa waana nin cadaalad samaynayaa mushqaayad inaga doonay maayo ninka ka wax ka doonayaa marka waa ilaahay wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin sagaal nebi oo suuratu shacraa ilaahay uu kaga warramay sagaalkuba dacwadoodii waxay ku soo gabagabeeyeen ee ku soo xidheen وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نبي كسي أمدي سبرك رسالة أشيك وحكولها واروح مشقايا ذا وح أجر إنك إنك دونا يا أولي قسوك يا مجرتو أنا مشقايا ذا إذا ملبا كلها هي ملبا كقاتا ملبا شغالك قرانا هي وامشي رب العالمين كان كلها هي مشقايا ذا إذا نقوم الله نبي والله
إخلاص هو عجيب مال كستو قال إخلاص مال كستو. فما أجمل الإخلاص هذا نمد أي فهم الحين ورولا الإله يدرتي ورولا لكم مسلم باتاي ورولا الكي باتاي كدب المايو وحكو دمانك بص مين المايو إنا وحكو تران ديار الله يقولون هذا نولا حين هذا كان كون نولا حين هذا كان دمان هذا كان كان انت ورولا الكي مسلم وعاده ستنا على إسكالة حيث الله أكبر بركة أيو وعن أنه أن هيا نولا الأدقاء كو هيا وحكو قبو لبنا مجتمع أنه مانتا دقنك أو كتغي مانتا وحاكبنا الله مانتا وحاكبنا كتغي أنه مانتا بتقانا نوال بينو إرادو أما يكدع عسنتا هاي وعن إستانا إسكالة عد إلا لمجرد هاي وحاد هاي ستنة أنا يقول في عيه من أصلاك أقل هذا الله ما كشغينا يا وأنا كل جاي هنولاده ويا دين دون ما قبض الإسلام بعين كاس دين الإسلام هو حقيقة بتاع ولا لك أون ولا هذا دمنا ولا لك أون دم دفاع يسوي دم دفاع نقال هذا ولا لك أكون بح وحد ولا لك مسلم قاعد كوب بح سوا أديك واحد كوسو نغنايا حديث كوي الله يفيس بخاري جاي مسلم ملك aya ilaahay soo diray malak markaas nin dhulka iska socday baa la maqashiray hadalka oo la leeyahay isra xadiiqata fulan baarta hebel daruurta uu weeciyo roob ka siya daruurtii buu raacay ninki saas uu eego uu raacay meel bay istaagtay way ku daday biyihi barkad bay ka buuxsameen barkadii nin baa iska lahaa نكي بركد لها أبو أركيو بيه كوع وعيني بيرتيسة مركز سوقي مدن نكي مقعا وعند مقعا يقول هبل هبل حادي قوي ديس وحول وحكا لما هي مقعا قاسان كم مغلب ولدروتا بحديد اللي قيلة يا إسل حديقة فلان هبل بيرتيسة دروتا كوع وعيني مقعا قيئي مقعي هلكا عن كم مغلبا استقيب وكوي مقعا قيئيو يا مقعي ضرورتا بحليل أنك لها ما يستقي بيرتا دين وقت الروك إلى حيث كيني محاد بيرتا على قصة ويسا بليش يبقوي بيرتا دا مركا إيسو قوضو أيا سدح وقيب يقول مريه هيك وعن قيب أنا يرير كيغا مصاريف قد يقول قيب تلقاه وحوي لواسة قضيستا قيب تسد حدا ورئيس مالك وبيرتا كوعل يقول وبير نعمة دي كسو قوضي سيصح الله استعمالي سيغرد الله ما استعمالي وقس على ذلك ويا هذا الوقت يسف عنه استعماله سيصحنا وقت الهي بين بركين هذه النعمة الهي نسي دقاله هنا سسحا أنو استعمال لنا إلهي تبارك وتعالى وحانا يسألون إلهي بأنه بركين والرب خاصة وحا إلهي منك أوسي بركة إلهي إخلاص إنك نحي نسي أعمل هذا إخلاص هو شيء غالي هو يعني. إلهي من بايقان إخلاص حتى الملائكة ما يقانان إخلاص كابو انتو يعني سادرت يدعو علمد إليه مركا العمل خير أرقب نيسان مركا الخير أرقب نيسان بعلمد إليه أما صلاة أتكون يسد أما عاد صوم يسد أما الزكاة أد بحين يسد أما أمد وعدي أدو جيدين يسد أما أمد كتاب أدو آخر يسد أما أمد وناك أدو شيء يسد نيد هذا صدح قوريك بإليه مركا وراء العمل كأرقب نيسان نيد هذا إيغو وعاد نيوتا إلهي درتين العمل كأرقب نيسان مركا اللبانا عمل كبرتمي سمرك أدمر السنة نيد هذا مارك تاني جديدي مارك صدق هذا عمل كأتكب بحضنا صدق جل الله استغفر ويدسو حاتر هذا إله عمل كاسمه كوك في يد الله فونا ترى صدق هذا حضو قف وعمل والب ونحن سلي ما دب العلماء دليهين وحقول دويها عمل كاس إلهين وأطوك كاب بلاي
إنما يتقبل الله من المتقين إن كلام هنا إلهي عمل كان كما أقبله إلا ذاتك إلهي كبغي الله كعبسي كلمه يعني إلهي درتي وحكا قيمة بدن مجرى ولا ليال إلهي درتي إلهي درتي الله سكو جعل هذا إلهي درتي الله وضا فريستو إلهي درتي الله سكو نستيحيو وحكا قيمة بدن مجرى بل ولما نصيحة المسلمين الله نستيحينا يو نبي عليه الصلاة والسلام بيعضوا صحابة الرقل قارك والنبي قدر بيعضا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه مركو نبي ويمد عليه الصلاة والسلام وكي نبي كويري يا رسول الله يا قلم بايع عودا محاكو قلم بايع عودا مركو نبي صلى الله عليه وسلم وحو كويري وحادي قلم بايع عونيسا إنا سنت وقتها تكنيسو زكادنا عاد بحينيسو ضدك مسلمين تقول أنا هذا خير ميرس صدح داس وصدح دا صدح دا تير دين الإسلام كأي كنت أغنته أغادا صلاة وحق إلهي كنت أغنته ميش زكدنا وحقوق العباد ويان والنصح لكل مسلم نوحا ويان وحق مسلمين تقف مسلم كمولالك أي كل يهيد صلاة وحق إلهي أديك وقولها هايسو الدين إلى أذلا حيلا كل مس ودردارك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وما ملكت أيمانكم نبي ودردارك سيودن بيجي صلاة نومد وآخر دردار من صلاة إلا إلى ليلة أتكيو حقوق الضمها يدمر كأي نقول يهينا نبي إنه أن غلا دردار عليه الصلاة والسلام زكدنا وحقوق العباد حق يضمه أي ملقى النذا فقراض أي كلهم ويزكّد والنصح لكل مسلم نوامحي ولا لك مسلم كأو خير مير سقراه أسعدا ونصلحه وناك بكدما وناك أشيك وناك نوات أشيك كرتا ولا لك وهي أمر بالمعروف كنا وقضب جونية نهي عن المنكر كنا وقضب جونية ويا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي أرجري كذا أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الإسلام بويري هذه ركن الشناء وأركان الإسلام ركن لحاء هذه أركان الإسلام قال نقول لحين لها وحنقول لها بويري ذاتك وناك الله فرا يأمد وحمانت الله قريبا وحين نقول لها يركن لحاء هذه أركان الإسلام قال لحلق دقي لها لكن وحن أرانا كرنا بويري وأسبابها الدينة الإسلام أي كنت أكنت ذاتك وناك الله فرا وحمانت الله قريبا أفرت أفرت الدين تيس أفرت الديدو أي كنت أكنتهي قوائم الدنيا أربعة أبو الإمام مورود رحمه الله أفرت الديدو أي كنت أكنتهي وأفرته وعدل عدل الأمراء وعلم العلماء وسخاوة الأغنياء ودعاء الفقراء دعاء الفقراء أفرت أي الديدو حي السبيل أفرت أتير بأدوك إلى أي كنت أكنتهي عدالة ما دحضوا أي سمين أيان هذه ما دح عادلة لو أيو نبنيك أو كحوب وهي بكت ما دم فاهست يعلمك علماء هذا علماء مشبع عين دح جوجون التوسينين دتك جهال بكت دكان أيان مارك تاني أئمة لأن مركا وصل الله ما يان مركاس أئمة المضلين بيراعي يان مركا دم سخاوة الأغنياء دتك مال قبيان ندو وين نقدان دتك عفرا أو دتك ضعفا كور هيا هذي تاني دعين ها وحنا عايز مركز دمبة إلا سعنبا إلا سهارة إلا سكره هي دعاء ضد الفقراء غير كمسكين كا وحبا عارن هاي سمركو صبره وإله درتي ور صبره وبعيد يسرع إلنا وش يقول المسكين كيس قصوا قول الله قعما هاش نكتو أيك دعاء ضد إلهي وما تقول حريصنا يا بركة مخلصين الله ينقلك إن شاء الله هذا خلاص كوالا برتا مخلصين أنا قط هذا دون سوالا برتا برا خلاص ماذا قال كوجس هل سنة جمع عدد دعوة دك خلاص كوالا برتا ما تغنى إلى حد أنت أوبح مال كاغا قادو بوجش هذا قادو مال بتوله مسجد سياحه وما ده إلى حد أنت وياه هذا عندنا العك كدوني
عندنا الراشين ويدسرين عندنا مرتبو هين أقل كإلهي واتردقي جماعة العقل تسكد درسنا يا دتك هذا يعني سوق فرديا هي صلاة ويكون في سمقاحية هي مرتان قات هي غفلة هي كل جولين يعني حق إلهي قوي يا مساجد كهنا يا حلقة دعوة قبنا يا قرآن كي كسح يا آداب الإسلام كي برا يا كوج ديدنا هو صبر يا الواحد بتاع أبيس المايا كديدنا هو إسك صبر يا كسر عنا وسوق حسنا يا شقدا أي قبنا يا نا إلهي بيقوله أنا يا الله هذا سعطاء جماعة بالوريسو هذا بحيسا إلهي دلت ما نبحيا بكورم dadka xaqeed ugu yeedheysa dadka masajidka ugu yeedhaya iyo salaada inay soo amraan culimada ku xirmaan ajarka iyo ku siinaya ilaahay baa ajarka qaadanaya anigu ikhlaas gaas marka ayaa ilaahay ku barakeenaya marka daacwadeenaas ilaahay dirtiin aad wada baxdaan niyooda insha Allah insha Allah dhaadan insha Allah dhaadan ayar baa u tiraadeen إن شاء الله وكل مقدمة بدوية إن شاء الله نيودة إن شاء الله إن دعوة كشف قلنا وهي دعوته ووظيفة النبي جن عليه الصلاة والسلام ده حلكين هذا كله سورجي لقاعد قارن ولا جو عدي نصوص لا شيء جيس إن جو هذا سومالي نايوان دقيس النديت دقيس قط في عنتي دقيس هاي علماء دون هالان أنا أقول هذا جيسن ما نقول هذا سداس نبي يقول صحابة هذا جيس تيار كم تيجين شغالة دينية بكرة تيجي مكرة تيجي شغالة دينية إكرم أنا نبي يقول يمد الله مبايعوني مكرة مبايعوني عاتر الله من نبي يقول كل أشهد وأشهد من حضر معي أني مؤمن مهاجر مجاهد صدق هذا قدر من نبي إكرم بيعتك كذا وعاتر على عكرمه وعاتر على واحد قرية دتك إلى جوجنا عن مرقاتك كشنيا ما تلقى بلا بينا نهاي مؤمن مجاهدة مهاجر إلى حدرت أسعنا يا وعكرمة يا بيع هذا لقى قاضي دماغ بنو الأزدي بني بقوي مدين يا رسول الله وكل ما بايع الدين تينا صقله قعدت يسوفيه بني بقويري مرقاب بني بقول وعلى قومك سلام نمدك لقى كوه كان ميسه تلك أين الدين تجارسي سنة بيع على قدر بكين بلال تقدر سواء ما لمرجع دين كشقيني ويدي وعك شقيس قبيلة دين مرجع كشقيني ويدي وعي وضع نقطة وضع السياسة إلها برت جات يبي له سياسة الله صعود دمر كيف سياسة كشقيني سياسة بانكال باكستان بانكال هو رجوي نين دختر هو رئيس ودختر جامعة بودجا نبي أكو صلى الله عليه وسلم نجيسته شيخه ده جوجو نجيسته صحابة دتك عالم كين دتك عالم كين نقول النور دن تودي يا قانا دين تودي يا قانا وحدوك كلا كذا عيار بوم هيا بس بس هذا كذا ما قلصا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمضى شغالة دينه بكرة شغالة دينه أما أكو قشاء من أي نكو قلن لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة نبي إنا يلي عليه الصلاة والسلام ورأني النبي إيجا مدن بأيو إني كان أمضى إيجا مدن بأيسي نكا شاهد حاضر هل كان جوغو كينا مغندية قرسي ورسولكم حداد حقك شغين وإذن باطل باطل شغين هذا الدين كشقين وإذا واحد كشقين سواء واحد كرون وقوم كفضة حقه هذا الحوجين وإذا كفضة باطل كان حوجين إيسا مال دحاد ما جرته مال صد دحاد ما جرته الله وضع ميده وين عالمكم أنت إن هذا إلهي كحر ناتا دتك الإلهي هات كحر دا إيه إن هذا مالك لكحر أنت دتك كلا حقا كلا تقصر حدا الله وضع حكم الدحيان لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام جرير بن عبد الله البجلي مرقور نبي مبايعون أي صلاة النبي كلام مبايعون صلاة زكاة النبي كلام مبايعون وعاقلوا كلام مبايعون ذاتك مسلمين تلو نصلحين والمسلم هو مسلم حاله وقال نصلحين متى قالنا كمسكيت كسوق لي
ee tukanaya ee soomaya ee salaadaya ee diinta baranaya ee diinta dadka barayna waxa loo oranaya kor u soco kor u soco dadaalka siyaadi ducada badi wali waxba ka dhawey kor u soco baa loo oranaya isaga kor u soco war adduyadu ma inay noo birtaan jacaylay mise inay naga naqsanto bal sheeg adduyadu ma inay ku birtaan jacaylay mise inay hoos kaga dhaadhacdo diintana waxa la doonayaa kor inaad u socoto kor u soco ka miskiinka soo galay ee caalimka ee ardayga ee caabidka cibaadaysanaya ee khayrkii culimada ku xidhan isagana waxaa la leeyahay war intaa ha ku qancin kor u soco waayo ummadda maanta boqolkii sagaashan gacanteena kuma jirtee shayaadiin ba qaadata ummadda maanta mujtamaca dad kala qaata gaala qaadato hay-ada qaata haddaad adigu daaci noqono dadka u yeedhina abaa lagu yeedhiyo ogow mujtamaceeni ilaa maanta ay qaxayaan soomaalidu ilaa maanta ay socdaan ay tahriibayaan xaggay u socdaan kal horaan joogay yurub sideed wadan oo qaarada yurub ku taallaan soo maray wixii halkaa ka yaaco dhaway ooyaan maanta war markaan inila hadlayno afka kama hadlayno qalbiga kan inigala hadlayna qalbiga waxaan arkay baan ii sheegayaan haddaad diin ka shaqayn weydo baatil baad ka shaqayn baatil haddaad dacwadda iyo xaqa kor u qaadi weydo wax kaloo buu shaydaanku ku diran ogow marka ummaddan ilaahay baad dirtay oo nabigeeda maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ummaddan dirtay marka inaad diinteena ka shaqayn waan u diranahay ogow ilaahay baana kugu sharfay shaqada diinta adiga ma diyaar garowna insha allah dhahda si diyaariya baxa khurush baxa baxa afar bilood baxa socda waxaad arki doontaa cajab alcajaayib baad arki doontaa markaad dacwada u socotaan waxaan hadday ni cabiri karin baad dhahaga ku soo arkay jamaacadada miyigay mareen magaalay mareen qaarada yurub baa soo marnay wixii halkaa ka socdo dhan in yar baa ka soo noqon doonta inta kale way ku deesay ogow halkaa wixii ka yaacoo dhan in yar bay noo soo noqon doonta inta kaloo dhan miya nabigaa sheego yidhi saacadda qiyaamada dhicimayso ilaa ay qabaa-il ummaddeeda ka mid a gaalada u galaan buu rasuulku yidhi siday ku soo noqdaan way aragtahay dadkaas caaladaataba dabadood la qabay han baxno oo diinta ha ka shaqayno dambigeenna alla ha dhaafo dambigeenna alla ha dhaafo dambiga waalidiinteenna alla ha dhaafo diinta alla ha inoo macaaneeyo maralkeenna alla ha shaafo owtaadkeena allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo colaada allah inaga kor qaado colaada allah inaga kor qaado colaada nabadgelyo allah inoogu bedelo danteenna allah ina garansiyo soomaalidu danteeda garan mayse danteenna allah ina garansiyo diinta allah ina fahamsiiyo cilmiga allah inoo furo waxay culimadeenu habeen iyo maalin nagala hadleen allah ina fahamsiiyo dariiqa mustaqiimka allah ina mariyo diinta istiqaama allah inagu siiyo amniga iimaanka allah inoo ziyaadiyo colaada ilaahay ha inaga kor qaado amniga aad haysataana allah idii kordhiyo allah inoo ilaaliyo allah inoo ilaaliyo madaxdeennana wixii diintoodiiyo dalkoogu iyo dadkooga udana allah ha garansiiyo wixii khayr ilaahay ku ogyahayna talada allah inoogu dhiibo wixii khayr ummadda aan u hayna allah ummadda ka qabto meel kastoon joognana muslimiinta meel kastay joogaan ciriiriga iyo culayska saaran allah ka qaado sallallahu calaa nabiy